معاكم هي مع ماما، ما بغيتش نقول لها. عفوا تخافيش مسكينة مريضة. لا مريضة مسكينة، أحسن ما تكونش. ها هما معاك تبارك الله، العائلة ديالك كاملة معاك. صافي واخا ما كايناش أمك، ها أنت تبارك الله كاينة. صافي ما يخليوكش الجد. صافي صافي أنا ضعفت شوية ديال الدجاج، ضعفت شوية الدجاج. تنسالي صافي المهمة ديالي. شنو تشهات علينا حفصة؟ شنو بغيتي أختي حفصة؟ من الأول ما توليش وموتي. إلا قلت لكم الزين برعوني. لا تبغي حصل كبدا كوطلة جيل مستغنى ودنا وستاك أخويا وانا كنت فرانا حيدا بنتي الزات أجي جيل مجدا حصل مسكينة بنتي تشياء بنتك عاويني بنتي أختي هادي حيداني تاوان لا غتبني ماشي غير الله العظيم ولكن بغيت نشجعها ان شاء الله والله العظيم ما بغيت نبغي لا بغيناش الله ان شاء الله يلا ملي قالت لي مسكينة حديتي غنهبط معاك ونخف معاك احسن حاجة والله صافي دابا مغناش لي بكير صافي دابا غنولدو. واش نقول لكم هاد اللحظة هادي شحال كانت مصيبة الصراحة على كاع الناس وعلى كاع الأسر. يعني لحظة الوداع صافي عصافهم راه حصل مسكينة على تخرب ديما كاملين. أختي حسن الله تكون قوية إن شاء الله يا ربي. ما تبكيش الله يرضي عليك. ما تبكيش أختي حسن الله يستر عليك. شوفي احنا بكينا اليوم حتى ما تبكيش عرفتي فينا العافيه اختي حتى الله يرضي عليك. انت قويه ديما كنشوفوك قويه ديما ما بغيناكش دابا في هذه اللحظه ديال التعافي والله. ما تبكيش الله يرضي عليك. دعي معاها اختي ودعي معاها كل شيء والله. الا بغيتي تهضر معايا انا تنقولوا دعي معاها حفصه رشيده صونات عليا دابا صونوا عليا إكرام صونات عليا السعديه الله يلا تنقولوا مدعيو معاها عافاكم وتبخلوش عليها بالدعوات وكوني قويه اختي ونبغيك ان شاء الله تكوني صباره ان شاء الله الامور غدوز على خير وبخير. ما تبكيش اختي الله يسهل عليك. صافي عرفتي راه ما تري قال لك طونسيون غير بصي بركه عليك ان شاء الله عاكم غير مع ماما. ما بغيتش نقول لها صافا مسكينه مريضه. لا مريضه مسكينه احسن ما تكونش. ها هما معاك تبارك الله العائله ديالك كامله معاك. صافي خا ما كاين. شنو الوصايه ديالك السي الحسن دابا؟ نقول لفاطمه الزهراء شي شي شعركم حفصه هنا تشوفوا شنو. لا لا صافا معاها. يا سعدنا من غيرها مسكينه فاطمه. يا صاحبي الشباب يقول لك ان شاء الله تكبر شعرك على خير وبخير. ندعي مع الناس اللي طلبوا الدعاء ديالك حفصه مع المتتبعين ديال الناس هما الناس اللي. الله يسهل على كل واحد والله حتى هما كيما كيدعوا معايا في هذه اللحظه الله يسهل على كل واحد ويفرح كل واحد باش كيتمنى ويفك حزام كل واحد يا ربي. تعيش حتى هي هاد اللحظة تاعي ان شاء الله وتجربها. كايناش امك ها انت تبارك الله كاينه امك الثانية وكتب كل شيء تبارك الله كاين معاك. مسكينة حتى ما تبقاش حتى هي تجدو الاعصاب. ايش تا مسكينة وبركة دابا المتتبعين راهم دقوا لها الشوكة ديال الوجع. مسكينة داروا الوجع الاصطناعي باش ان شاء الله هكا يعني الوجع ما فيهاش صراحة الله الوجع ديال الولدة راه ما فيهاش ودرت لها دابا الطبيبة ديالها ان شاء الله الوجع الاصطناعي درت لها شي جوج شواك اخرين ما عرفناش ديالهاش ودابا ان شاء الله حفصة بغينا دابا البنية بغينا اختي البنية عويناتها غير صبر يا حفصة دابا ان شاء الله هادشي عاد راه باقي مازال والو سي حسن شو ضرب الطم والله العظيم بصايب بصايب دابا عرفتي بحق الوالدين لا لا صبروا يا حسن صبروا يا ويلي ان شاء الله الامور على خير وبخير. شنو السند راه هو الراجل واش راه الهم اللي تيكون هز الراجل راه كثر من خوته كثر من هو اللي كيسمع والله خويا ان شاء الله دغيا غدوز ديك السويعه والله مسكين شتي صليتي ديما والله العظيم ايوا ماشي ما شاء الله شتي احسن دوك صوره ومن الاحسن كلينيك غير باش تكوني مزيانه حتى هما المعامله ديالهم الصراحه ما نساهاش والله يا عمر هضر كاملين ماما واش كتمو ماما طنسو ماما طلعت تبكي وكلكم غادي تبكي صافي بركه بركه صافي يلا صافي باش ما تحل رضي عليك اختي خصك تخلي الجهد في راسك ما يخليوكش الجهد صافي انا ضعفت شويه ديال الدجاج صافي شنو تشهات عينا حصه شنو بغيتي اختي حصه من الاول ما توليش وموتي الا قلت لكم الزين برعوني
يعني. لا تبغي حسابك بداك وطلعت كتا شي حاجه في التيه اللي دغيا تدوب ان شاء الله اليوم شايط ان شاء الله يا رب ان شاء الله غير اللي تفلي حياتي خير على خير ان شاء الله يا كل شيء يدوز والله انا غندخل معاه بعدا نضحك شويه ان شاء الله يا خاتكم كتولد تخلاش عليها مسكينه كون الله الا كنت شوفي رشيده صونات عليا صنعت لي رشيده كتب كيف التليفون بالبكاء قالت لي علاش قالت لي ما قلتولي شنو نجي راه خليتها تجي هي وحسن ايوا قبل ما تعذبي راسك راه حنا انا مسكينه حتى هي حاصله مسكين لا قالت لك حتى راك ترى الدراري قالت لك ما تقولي لا دراري لا والو قالت لك اذا ما جيتش وقفت ونشوف بعيني حتى حاجه ما غادي تريح والله الا مرضى مرضى عليك ايوا قبل تحسي حتى مرضو معاك ونبكيو معاك الله يحفظك ماشي صاحبتي ولا مزيان ان شاء الله والله يفرها على خير والله ما بغيناش نبكي وصافي صوره كملك يا عمر ما تعرفش معي هاد الوقفه ان شاء الله بغيت ربي يسهل عليها وتا ان شاء الله الله يفرحها ان شاء الله حتى هي نفرحوا معاها ونخفوا معاها ان شاء الله كما كتوقف معانا وكتبغينا والله ربي يسهل عليها وحده شوفي والله تكدا هاد عليك انا من كلشي والله الله يسهل عليك حبيبي باش تكوني معاها شوفي اهم حاجه دابا دعي معاها بخاطر الله يسهل فاش تكوني كتولدي شي دعوه زوينه لهدى الوالده غادي توادع معها دابا حيت ما بقى والو ان شاء الله باش نحفظها خصني مسكينه تهبط للبلوك وليده ارضي عليها وعنقيها ارضي عليها قسما مع الله ارضي عليها ديما ويعطيها وقفه سهله ما تحش كاع ان شاء الله اجعل سيدي ربي يبكيك على خير على العيطه الاولى ان شاء الله يا رب امين ايوا خوتي هذا ما كان انتو صافي كون يا خويا كون يا خويا والله حنا زعما حصه كنفتخروا بها صبارة والله الا صبارة بالله الله الا قبيله خليت فاطمه طلعت بقيت قاص الطوموبيل تنقول يا ربي تفكا على خير ربي خير يا ربي انا عندي واحد اليقين والله الا تندعي معاها شتيش من جاب ربي حتى جات غير دير غير دوز وجاب ربي وغتولد عرفيها مرضيه الوالدين وبغاها الله سبحانه وتعالى والله الا داكشي جات سبحان الله العظيم والله الا ربي تيبغيها بلا نوايا الوالد هي غير باش دير غير كونترول وهي ما عوانيش شتي الحوايج والله ما بغينا نجيبهم غير الحسن مسكين اللي قال لك لا لا آه. امان المشاهدين راه عاد جبتهم لك كانوا في الطوموبيل اسم مسكين البليزه كاين وصاك ارينا لا لا الحوايجات نشوفوا شنو جات حفصه اختي غير يقولوا لي وجدي المسك انا وجدها وصاك اخويا وانا كنت فرانه حيدو بنتي الزهر اجي وجدها احسن مسكينه بنتك عاوني بنتي اختي هذيك حيدها لي تا واحد الا غتولد عليا حفصه تولد عليا حفصه ان شاء الله يا ربي ما تكون كتشبه غير تيتي حيت راه تيتي عزيزه على حفصه عزيزه عليا والله يا ربي شاهد وما بغيت صراحه نبكي وعرفتي راه قلبي ماشي غير والله العظيم ولكن بغيت نشجعها ان شاء الله والله العظيم ما بغيت نبكي لا بغيناش نبكي ان شاء الله يا ربي ملي قالت لي مسكينه تيتي غنهبط معاك ونخف معاك احسن حاجه والله صافي دابا ما غاديش نبكي صافي دابا غنولدو صراحه خطا دابا حنا بغينا ان شاء الله تفك بخير وعلى خير ما بغيناش ديك الطاقه ديالها تضيعها مع البكا دابا ان شاء الله غنصبر هي غتصبر حتى حنا غنصبر والله الا اش غنقول الولاده الاولى راه ما كيحس بها غير مجربها كدوز صعيبه ولكن الحمد لله كاين اللي كيسهلها عليه الله انا بعدا تجربتي صعيبه داكشي واش كنشوف شي مره حامله كتشدني شي حاجه في قلبي ما عرفتش علاش والله ما عرفتش علاش ما عرفتش علاش ما عرفتش محيي ما طاربي ولكن محيي ما تستاهل انا شفت بارك الله والله مسكينه والله مسكينه هذه هذه شوف دابا هذه السيده هذه والله ما كاينه بحالها اقسم بالله ما كاينه بحالها والله ما كاينه بحالها غير من الصباح مسكينه وهي تجري ومريضه واقفه معها بحال بنتها والله الا راه انا تقطع لي القلب والله المتابعين الا تقطع لي القلب هذه السيده هذه راه هذه السيده هذه راه ام كلشي حق قلنا حق ربي حبب الناس فيها راه ماشي حبيبها غاكك لي لا في سبيل الله لا
راه حبيبي لان قلبها زوين قلبها غزال هاد السيده. الله يخليك اختي ابراهيم، الله يخليك اختي العزيزه، الله ينورك. ايوا شنقول لكم انا مرحبا كم كيو نضحكوا بالفرحه الحمد لله نضحكوا شويه والله الا شنقول لكم المتتابعين راه واحد الفرحه حاجه غادي نديرها بعدا انا اخويا من الكلينيك. لا والو خاصك تجلس على سلام خاصك تشوف تشوف شي لا بس جيت تفضل انا ما تتفضل عليها وهي كتولد هذا والله ما قدرت انا ما تقدرش تدخل معاها احسن ويلي وعلاش رجعتي تدخل مع عائلتهم اللي تيولدوا ما نقدرش انا ياسين ديك الساعه كنتش تدخل معايا قال لي راسك ما غايجيو يولدو تيجي شو راه حيرو معايا انا اللي سخفان دير لهم ديال الموتشو غير بقاو في القاط نسخف غير نتلقى وهذا نسخف ان شاء الله صافي المهمه تقضيها. الله الا عرفتي دابا متشوقين فوقاش نسمعوا ليكم ويلي ويلي كلشي انا دابا هي فكر شحال البنت واش شنو غتكون معاها صراحه شويه بان كاين يا سلام الله هذا باش عرفوا المتتبعين هضروا لنا في واش اصطناعي دابا هذا هو باش كيدوز داكشي لا تيضربوا الشوكه دابا هذا السيروم تيضربوا الشوكه باش تهبط دابا يهبط ليها داك الديبره ديال الوجه الاصطناعي في السيروم من اللي غيسخن عليها الوجه ان شاء الله رجع عاود رجع عاود رجع عاود لا ايا عاد تهبط ان شاء الله يا رب ايوا صافي وكل الله الصراحه ايوا الله يحيي غدخل معاها تيتيش وغدخل معاها فاطمه الزهراء غدخل معاها شي فخر ديال شي دجاج كوني قوي لا 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 هي زعما كتمشي شنو الصايد ديالك السي الحسن داو نقول فاطمه الزهراء شي شي شعركم حفصه انت لا لا صافي معاها شادنا من غيرها مسكينه فاطمه وي صافي شباب نقول لك ان شاء الله كتبوا شراكه على خير وبخير ندعي مع الناس اللي طلبوا الدعاء ديالك حفصه مع المتتبعين ديالنا حتى هما الناس اللي الله يسهل على كل واحد والله حتى هما كما كيدعوا معايا في هذه اللحظه الله يسهل على كل واحد ويفرح كل واحد باش كيتمنى ويفكر زعما كل دا يا ربي تعيش حتى هي هذه اللحظه تاعي ان شاء الله وتجربها ولكن على ود حفصه نديرو اي حاجه مزيان تاخذو فكره وتجربه كنعقل فهاد اللحظه محسن مسكين باش كان الساعه مارسي سيها يعني بلجيكا وكنعقل ديك الساعه كانت بزاف ديك الوقيته فاش كانت كوفيد يعني داس عليه واحد الدوزه صعيبه الصراحه كنت بحديتو شخصي سيها كان ديك الساعه ولا سيزاريا هذا الشيء دابا اللي كنعيشوه راه يبقى من الذكريات ملي غتنوض حصه وتسالي قالوا كاش عقلتينا راه كنا كنجري وكنديروا ومشيت والله العينه ما نتسنى مسكينه دراك ما جاب بيتي سير ساعه باقا مسكينه طوله دابا قلنا قبيله غادي تفك ساعه باقي دابا عاودوا لنا مسكينه عاود الدواء السيروم معلق نعم صافي راه تنسنا شي 4 شهور الدكتوره الله خرجت من دابا هذه الا كانوا الوجيعات مجهدين راه غادي ان شاء الله نجي نفكك ولا ما كانوش راه غيتسنى عاوتاني حتى الصباح باش تجي ان شاء الله الا غتكون هذا اللي كاين يعني غدا غيكون ليكم واش مسكينه راه كيفاش باش تسعى واش مسكينه طلع لها الطانسيو راه جا عبروا لها قاعده الطانسيو تخلعات امي دائما ملي كتخلع امي كيطلع لها الطانسيو بابا اش قالت شد فيها الماكينه بابا ما شد فيها ديك الماكينه ديال اللعبه ايوا حنا جالسين هنا ان شاء الله متفرجين على حفصه وكنضحكوا معها حتى تفك ان شاء الله صباحكم واش طاب ياك حفصه
مرة يدي النعاس مسكينة، مرة نضحكوا معاها، مرة يعني والله يفكلوا بحال شحال. شي فاطمة واش مازال هذيك داك الهضره اللي كنا نجيو نتغداو في الدار؟ مرحبا والله الساعه ما كتبش ما كتبش، ولكن الحمد لله تفكرنا غير كل شيء موجود ان شاء الله، اللي ما كليتوش نوجدوه ان شاء الله. عطيتي بال واحد القضيه اختي، هذا بعدا نرجع عندك الله يسهل عليك. كاين شي واحد اللي سخا يمشي من هنا للدار ينعس ليه؟ والله ما سخينه انا بعدا غنبقى حتى نشوف بنتها ولا تعطاو رجلينا شوف تعطاو رجلينا. مزيانه البلاصه هذه نقيه، ماشي رجلينا طابو متتبعين بحال شاشه. شكرا والله الا حيت صبرتي لا خويا الحسن. الصبر ديال ديك صار ميته طابو ترى والله متتبعين ما قديت نمشي. لا والله فاطمه انا عزيزه حفصه شدينا الدار خلصناها خليناها والله. واحد السؤال ديال مولا ما عرفتش نحطها شي من هنا قبل شي حاجه غتخاف الطوموبيل مي ما عرفتش مابقيناش نعيطو لها واحد الجاكيطه خضراء ديالي ما عرفتش راها كاينه هو دخلنا والله الا دخلنا حتى باش جينا باش باركين والله. شوف على المكتب جيت دوزت صدقات شوف الويده مسكينه الله يلا مول الكرا خلصنا ليها الدار وجينا قسناها ايوا ما يمكنش صافي ما يمشي خصني نمشي قالك ما تخلينا وينيه شوف درنا روينا في زمان سيكيتات دارو لها السيروم الاول كملاتو دابا دارو لها السيروم الثاني واش شي سيروم هنا لينا حنا ولا ما بقاش حنا جبنا المقويات ديالنا تاع دوينينات عويصيرات صافي عطاتي كلمه مرة كاميرا ايوا شكرا للمتابعين عارفهم غيدعيو معايا في هذه اللحظه ويوقفوا معايا والحمد لله راه كيشدني شويه ويطلقني شويه غير داك الجهاز الاصطناعي اللي بدا كيشدني دابا وان شاء الله دعيو معايا يجهد باش نتفك ان شاء الله صافي والله العظيم الصراحه يعني ما كرهتش نتفك ان شاء الله ونشوف عوينات بنتي ونرتاح حتى انا ان شاء الله دعيو معايا ان شاء الله لا يخطيكم. شنو بغيت نقول لكم؟ اللي غتقولوا والله يفك على خير. امين. شحال في السعاده دابا حاليا؟ دابا سيدي 10 و17 باقي ان شاء الله. تعشيت ولا مازال عند لكم ديال عمي الفلاح؟ لا فوق تعشى. صراحة الله ما جانا لا جوع لا فطور. فطرنا صافي. وين شكون ياكل هذا الشيء هذا؟ هادشي اللي تولي كلينا دابا تويشيات غير تويشيات ما كاين زعما غير شغل التواشه والله الا مسكينه تفاطمه هي جابت شويه دجاج وهذا راه كلينا الصراحه ماشي ما كليناش ولكن زعما اش غنقول لك شي ما كليناش شي الخاطر ما كليناش لا ما كيجيك الخاطر باش ياكل بنادم والله الا حتى الله يخلف عليها جابت الدجاج وكلشي شي هدا شي من الخميس شي طلع شي على الويده ورجع شي من الخميس هذا الصباح الشغل كان عندي اليوم وكنت غنمشيو نرجع حتى لغد ليه كيف سمعت خفتي حصه شدوها جيت هكذاك تما ماشي شفتي لي عودت عليك الحمام باش شوفي راه ماشي كلشي ياك مابقاش بك حدا شوف متبعش دهينا الحمام والله الا راه حس راه حس من دتو الحمام ما عجبوش الحال عاوتاني ملي كنتو جايين قال لكم الصاك خاصكم تجيبوه معاكم هو الصاك هضرتو صح على صواب على صواب المهم سمعوا رفعيني والله كيف كنكم صبغي شفت ديك الخازه ونمشي عاد نبردو ديك الساعه والله ينسيني اش نقول لك الله يجعل ربي يفك وحيل كل من موحوله في الدنيا كامله الله يفك وحيلها اه وي مسكينه صافي